حاجة، في عادات سيئة ممكن نعملها بالغلط ممكن تعرضنا لمرض السكر. في بعض العادات السيئة في ناس كتير بتعملها زي الإجهاد أو التعرض للإجهاد الشديد. التعرض للإجهاد الشديد بيزود إفراز هرمونات الإجهاد، الهرمونات دي بتؤثر على مستوى الإنسولين في الجسم، فبالتالي بتعرضنا لخطر تعرض لمرض السكر. تاني عادة برضو سيئة اللي هو إهمال أخذ ما يكفيك من فيتامين دال. فيتامين دال مش فيتامين عشان العظام وتقوية العظام والمناعة بس، لا، فيتامين دال كمان بيحمينا من مرض السكر. فعدم أخذ الكفاية من فيتامين دال سواء بالتعرض للشمس أو أخذه كمكمل لو عندك نقص حاد فيه، ده بيعرضك لخطر الإصابة بالسكر. برضو تجاهل وجبة الإفطار ده بيؤثر على مستوى الانسولين برضو في الدم، فبالتالي ممكن يعرضنا للخطورة دي. برضو عدم الاهتمام بالأطعمة اللي بتكون غنية بالبروبيوتكس أو البكتيريا النافعة. تمام. البكتيريا النافعة حاجة هامة جدا لتحسين الهضم وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي بصفة عامة. فالحرص على تناول الأغذية المحتوية على البكتيريا النافعة ده حاجة هامة جدا، لأن عدم أو عدم كفاءة الجهاز الهضمي ده برضو بيؤثر على مستوى السكر. الأطعمة اللي فيها البروبيوتكس أشهرها الزبادي مثلا. برضو كمان الجلوس قدام التلفزيون أو قدام متابعة أي حاجة فترات طويلة ده بيخليك تسحب أكل وبيقلل برضو نشاطك، فبالتالي برضو بيبوظ أو بيعمل خلل في السكر في الدم. برضو قلة النوم على فكرة، لازم تاخد برضو القسط الكافي من النوم عشان مش السكر بس وعشان مناعتك حتى. الإفراط برضو في تناول النشويات زي الرز والخبز الأبيض، الحاجات دي برضو بتخليك عرضة للسكر. دي العادات اللي بنحاول نبعد عنها، وخاصة لو انت عندك تاريخ وراثي في العائلة من السكر.